فتحي كم سنه في النادي الاهلي يا كابتن فتحي؟ انا من سنه 59. 59 يعني وانا عندي 8 سنين تقريبا انضميت للنادي الاهلي بقى ومسيره النادي الاهلي ومدرسه النادي الاهلي لحد ما استمرت لحد 81 بقى ما اعتزلت. تفتكر مين اللي كان بيمرنك في الناشئين او الاهلي اللي شافتك و... لا الكابتن مصطفى حسين رحمه الله عليه والاشبال. يعني الكابتن مصطفى كان قال لي لفظ كده يعني وانا صغير والله قال لي انت شكلك عفريت. انت منين يا ابني؟ قلت له انا من العجوز يا كابتن. قال لي شكلك عفريت بس انت تنفع. قال لي انت تنفع تلعب في الدفاع. ومن ساعتها فعلا هو اللي وظفك ومن ساعتها كلمته خلاص بقيت في الدفاع يعني. ما شاء الله. تفتكر اول مباراه ليك مع الفريق الاول؟ بص الفريق الاول يمكن انا سنه 69 انضميت للفريق الاول كنت انا والكابتن زيزو رحمه الله عليه كابتن صفوت وكان الكابتن عبد الصالح الوحش رحمه الله عليه كان ماسك الفريق في هذا التوقيت وانضمنا الفريق الاول في هذه الفتره وكان اول مباراه يمكن ضد الجيش العراقي. كنا بنعمل بقى لفه كده في الخليج وفي العراق ورحنا العراق ولعبنا ضد الجيش العراقي واول مباراه لعبتها ضد الجيش العراقي سنه 69 كانت اول مباراه ليك مع النادي الاهلي. اول مباراه مع النادي الاهلي وخصوصا في الدرجه الاولى. طب المباراه اللي بدات بقى الناس تقول عندنا لعيب اسمه فتحي مبروك في الدفاع وبدات الناس يعني العيون تروح على كابتن فتحي. لا هو دي يمكن بقى بدايه من السبعينات يعني من 71 بقى اما الدوري رجع تاني ابتدى استمر طبعا وتوقف عشان 73 حرب 73 فالامور كلها الحمد لله يمكن من بدايه المشوار الحمد لله الناس عرفت فتحي مبروك لان انا مجتهد يعني ما اقدرش اقول مثلا لعيب مهاري لا انا كنت مجتهد وكنت قوي وكنت ملتزم جدا الحمد لله يعني كنت ملتزم جدا سواء في المباريات او سواء في التدريب ودائما كان عندي عشق لكرة القدم وعشق للنادي الاهلي وعشق ايضا للفريق الاول فدي سمة خلت الناس كلها تحب فتحي مبروك الحمد لله ولحد دلوقتي. كنت بتلعب باك ليفت فتحي؟ كنت بلعب باك ليفت لو النادي احتاجني العب باك رايت كنت بلعب باك رايت. يعني بلعب باك ليفت ممكن العب باك رايت. مين اللعيب اللي كنت وانت بتلعب في الماتشات بتعمل له الف حساب؟ بصراحه يعني عمر عبد الله كان لعيب المحله كابتن عمر عبد الله طبعا لانه كان من الشورت سبرنتس عنده دي كانت يعني يعمل كده يفرق 5 6 متر كنت دايما ابعد عنه 10 متر عشان لو اتلميته طويله يبقى انا ليه الاسبقيه يعني بس هو كان سريع جدا يعني كابتن عمر عبد الله طبعا.